تمام. انا برضو عايزه ارجع برضو للقرار اللي اخده يعني المثقفين المصريين زي ما حضرتك وذكرت اسماء منهم. امتى ابتديت لو انا اسال حضرتك تقول في حكم المعزول انا اشعر بالخطر على الهويه المصريه، انا دلوقتي لازم نتحرك، دلوقتي احنا فعلا لقينا انه مصر بيتم احتلالها بقى من جماعة اخوانية بتحول نفسها للفكر الداعشي الارهابي. انت حضرتك قلت اتخذت هذا القرار بمجرد ظهور نتيجة الانتخابات، وهذه ليست ارادة الشعب المصري على الاطلاق على الاطلاق، يعني من اللحظة الاولى ادركت ان الوطن اصبح في خطر، واما ان نستعيده او انه سيضيع. مش 400 سنة كما قال خير الشاطر، ولا 500 سنة كما قال المعزول، يعني ممكن أقول إلى الأبد. لكن روح المصريين، شرارة الرفض عند المصريين كانت واضحة من اللحظة الأولى. أنا دعيت على الأقل 4 مرات للذهاب إلى الرئاسة في ظل المعزول، ولم أذهب على الإطلاق، بالعكس لم أفكر في الذهاب، يعني مجرد لم يأخذ الأمر جدل داخلي أو عندي، أو مثلا تفكر أنه يعني أروح أستمع للفكر ربما، يعني لا إطلاقا إطلاقا، يعني حتى لم يحدث جدل داخلي عندي أذهب أو لا أذهب، أروح ولا ما أروحش إطلاقا، لأن هم ضد الحياة، مشروع ضد الحياة، مشروع ضد الثقافة، مشروع ضد الفكر، ضد مصر نفسها، ضد أن تكون مصر نفسها. وإحنا عارفين طبعا من كتاباتهم، من سلوكياتهم، من رؤاهم، فكرة ان مصر دي مجرد ولاية من الولايات اللي هم كانوا بينظروا اليها. حتى كلمة مصر، حتى اسم مصر، حتى حضارة مصر هم ضدها على طول الخط. واللي حصل في 30/6، في 3/7، وفي 26/7 استعادة وطن، استعادة مصر مرة تانية، واستعادة اسم مصر مرة تانية. المثقفين طبعا كانوا طليعة، المثقفين الحقيقيين، مش اللي هم تعاونوا مع انا ما بحبش حتى اقول الاخوان، لان هم لهم اخوان ولهم مسلمين، مع هذه العصابه معروفين، والتاريخ لن يرحمهم على الاطلاق، سواء الوزير اللي جابوه او من تعاونوا معهم في مؤسسات الدوله. الوزير اللي جابوه يعني بدون يعني هو يعني دخل في يعني هنقول في يعني اشعل الحرب، يعني كنا بنقول وزاره الثقافه اللي دائما هي المبنى الهادئ المنظم، يعني حتى وزاره الثقافه من الوزارات اللي ما بتدخلها بتحس ان انت فيها شكل مختلف وليها طبع مختلف. ومجيء الوزير الهارب، يعني كان الوزير الهارب دلوقتي ما اعرفش هو في ليبيا ولا اعتقد تركيا. انا سمعت انه ممكن يكون وصل تركيا دلوقتي، هو موجود في اي مكان من الامكنه. مجيئه كان مهم جدا، يعني حتى الافعال السلبيه تستولد عند الشعوب الحقيقية شرارة الأفعال الإيجابية. حتى ما يتم بالسلب يؤدي إلى إيجاب بعد ذلك. فمجيء هذا الوزير ومجيء من قبل التعاون معهم من المصريين، وهم قلة شديدة للغاية، كان مهم جدا، لأنه أيقظ وعي الناس وأيقظ إدراك الناس، وقال للناس أن العقل المصري في خطر، وأن الثقافة المصرية في خطر، وان الكتابة المصرية في خطر، وان السينما المصرية والمسرح المصري والآثار المصرية، كل ده يمر بلحظة خطر حقيقية. واحنا عندما كنا في وزارة الثقافة حاولوا العدوان علينا، وارسلوا شاب مش عايز اقول اسمه مع مجموعة من البلطجية ومجموعة من الشذاذ الافاق علشان يعتدوا علينا. وعلى فكرة اللي حمانا المدنيين من أهل الزمالك، قواتنا المسلحة العظيمة، شرطتنا اللي هي كانت عصية جدا على فكرة الأخوانة، جيشنا العظيم حموا المعتصمين من محاولات عدوان كثيرة تمت، ومحاولات إغارة علينا تمت أكثر من مرة لتخويفنا لترك الوزارة، لأن احتلال هذه الوزارة تحول إلى رمز حقيقي لمواجهة احتلال مصر. فكر لكن هذا الظلم لا يجب أن يتحول، يخلي علاقته بوطنه تهتز، ارتباطه بوطنه يهتز. ممكن يبقى فيه فقير وجنبه غني، لكن الفقير يجب أن نساعده على مواجهة فقره ببرامج وليس بإحسان، برؤى اجتماعية وليس بتفضل عليه،
ايضا هذا الفقر لا يجب ان يتحول الى انه يهز علاقه المواطن بوطنه او المصري بمصره اطلاقا، لان لا يجب ان احنا نفرق بين الثوابت والمتغيرات. الثوابت دي يجب الا نقترب منها، الثوابت يجب الا نضعها في اختبارات، المتغيرات دي علينا تطويعها لتؤكد لنا ثوابت الشخصية المصرية وثوابت الإنسان المصري. مش معنى كده ان انا بقول احنا ننخلع من وطننا العربي، من عروبتنا، ننخلع من اسلامنا، لا اطلاقا. مصريتنا يجب ان تكون هي جواز مرورنا لهذه الثوابت الأساسية التي تشمل البعد القومي العربي، البعد الإسلامي، بعد العالم الثالث. دي ثلاث ثوابت أساسية لازم ان احنا نعتمد عليها ولا نجعلها محل النقاش. تمام. انا عايز اروح بقى لرواية حضرتك الحرب في بر مصر، واللي ابحرت فيها في التاريخ المصري. واحنا عايزين بقى يعني في المتبقي من لقائنا كده ان احنا ايه، احنا خلصنا؟ لا لا، انا عايز اخد جزء. لا لسه لسه عايزه نبحر كده في المتبقي، واحنا بنتكلم على الـ التاريخ المصري الحديث والنظره المستقبليه اللي حضرتك بتشوفها، وماذا لو يعني شايف انه هيسجل ايه التاريخ فيما بعد عن ما حدث في 30/6 و3/7. بصي، روايه الحرب بر مصر اللي هي تحولت الى فيلم المواطن المصري، اخر فيلم يعمله المرحوم صلاح أبو سيف الله يرحمه. العبرة والدلالة الأساسية إنه في واحد غني ابنه بيطلب للتجنيد لواجب الدم تجاه الوطن، لكن لأنه أيامه رجعت وقتها اللي هو سبعينيات القرن الماضي وممتلكاته رجعت، قرر أن يتحايل ويرسل فقير. الولد الفقير في الرواية المواطن المصري، المواطن المصري واسمه مصري كمان، مصري، لعب دوره الفنان عبد الله محمود الله يرحمه، فنان جميل جدا، كان عمر الشريف في لحظه طبعاً. اختيار اساسيه بيقول مش مهم يدافع عن مصر باي اسم، باسم ابن العمده ولا باسم مصري، المهم انه يدافع، مصري عبد الموجود، المهم انه يدافع. على فكره في الروايه لا يوجد اي اسم غير مصري، مصري فقط، ما كانش فيه عبد الموجود اللي قام بدور بعزة العلايلي الفنان الكبير. اضافها السيناريست العظيم محسن زايد الله يرحمه ويحسن اليه، لانه اضاف للروايه الكثير وانسن اشياء كثيره جدا في الروايه. فالمهم هنا ان اللي بيقوله مصري مش مهم ادافع عن مصر باي اسم، باسم ابن العمده ولا باسمي ولا باي اسم تاني، المهم ان ادافع، المهم الدفاع، المهم الاستشهاد دفاعا عن مصر وتحرير كامل التراب الوطني من دنس الاحتلال الصهيوني. ايا كان اسمي، هو ده المعنى اللي يجب ان احنا كلنا نتمثله. مش مهم انا هدافع عن مصر باي اسم من اي موقع، مش مهم هدافع عن مصر مقابل ايه، انما المهم الدفاع عن مصر، لان مصر في امس الحاجه لمن يدافع عنها. مصر دوله محوريه في الكون، وانا بعتبرها دوله اقليميه عظمى لا تقل اهميه عن اي دوله كبرى في العالم اليوم، وبالتالي تصبح مستهدفه منذ فجر التاريخ لغايه اخر لحظه في عمرها، ويا رب ما يكون في اخر لعمرها ابدا، يا رب، ويظل مستمر يا رب. المهم مصري بيقول انا مش مهم ادافع باي مسمى، باي صفه، باي موقع، مقابل ايه، انما المهم ان ادافع، المهم ان ادافع. وبيذهب ويستشهد استشهاد، مش استشهاد صدفه، استشهاد سعى اليه، وسعى اليه من اجل انه هو كان ممكن يروح يقول لهم مش انا المجند، ده في واحد تاني وينتهي الموضوع، لكن هو وجدها فرصه حقيقيه لكي يعبر عن حبه لهذا الوطن وارتباطه لهذا الوطن. ولو كلنا كده، وفي المقدمه منا ابناء القوات المسلحه، وانا اعتقد ان دي عقيدتهم الاساسيه طبعا الجوهريه التي ظلت منذ نشأة هذا الجيش، غير صحيح ان اللي عمله محمد علي سنة 1805، هذا الجيش موجود منذ فجر التاريخ، منذ بدايات التاريخ، وهو اللي بنى مصر. احنا مع الأسف يلا معلش، يعني انا يعني اتشرفت جدا بوجود حضرتك معانا، وانا كمان سعيد بيكي، تفكيرك
وبشكر حضرتك واتمنى ان حضرتك يعني تنورنا دايما نتكلم. احنا محتاجين جدا بجد نتكلم عن التاريخ المصري ونتكلم عن الفكر المصري ونتحدث كثيرا عن الهويه المصريه والثقافه المصريه حتى يا فندم علشان الاجيال القادمه اللي دلوقتي يعني دلوقتي اذا يعني اردت احتلال دوله فعليك ان انت تحتل العقول وتتلاعب بالفكر خاصه شبابها. بالظبط. وحضرتك بتشوف انه دلوقتي ده هيبقى لنا يعني كلمه عن القدوه اللي بقت موجوده في الـ في الـ في الدراما المصريه او في السينما المصريه. ده موضوع تاني بقى، ده موضوع تاني طورنا فيه. المهم ان احنا يا ريت اعلامنا ياخد ايد كل مصري ويخليه يحب مصر ان شاء الله. بس ان شاء الله يعني لو عمل ده يبقى عمل كل حاجة. كل سنة وحضرتك طيب. بشكر حضرتك جدا الكاتب والرواية الكبير ونائب البرلماني أيضا الأستاذ يوسف القعيد. كل سنة وحضرتك طيب ونورتنا ودايما تنورنا يا رب. كل سنة وانتم طيبين جميعا حضراتكم. عيد سعيد عليكم ورمضان كريم. يعني كنت معاكم على مدار بقى الشهر الكريم، اشتغلنا مع بعض يعني قدمنا يمكن صدقوني حلقات بالنسبة لي أسعد ما عندي وأقرب إلى قلبي. هنكمل تاني في موضوع تحيا مصر. ايمن زكي ما نسيتش رسالتك، هنكمل فيه. لكن انا عايزه اقول لك اختصارا يا ايمن واحنا في نهايه حلقتنا انه تحيا مصر ما بقتش كلمه او هتاف واحنا بنقول. طبعا احنا عارفين انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما في كل كلمه كان بيقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، لان تحيا مصر كيان بيعالج العشوائيات في مصر وبنعالج كمان منه يعني بنحارب بيه مرض الكبد. فخلي كلامنا عن تحيا مصر يكون بتوسع اكتر بعد العيد كده. اشوفكم ان شاء الله بعد العيد، تعيدوا يا رب على خير يا رب وعيد عليكم الايام بخير. هتوحشوني وتحياتي لكم اسماء مصطفى. نتقابل بعد عيد الفطر باذن الله.